طبعا جائزة أخذها رئيس كولومبيا. شو بيشتغل هذا؟ احنا بنتمنى له التوفيق وبنتمنى للجنة اللي أعطت الجائزة لرئيس كولومبيا إنه يكون قرار صحيح. احنا بنشكر كل إنسان ساعدنا أيا كان، واحنا راح نستمر بعملنا كدفاع مدني. طبعا مستمرين في عملنا سواء حظينا بجائزة نوبل أم لم نحظى. كل طفل من تحت الأنقاض هي أكبر جائزة لكل عنصر من عناصر الدفاع المدني السوري. كنا نحن بنتمنى من اللجنة تنظر يعني للعمل اللي قدمه الدفاع المدني، يعني 4 سنوات تحت القصف وتحت الطيران والبراميل الدفاع المدني يقوم بالعمل على مدار 24 ساعة. هلا هو بالحقيقة كان في إحباط، الإحباط مو إنه لأنه أنا خسرت، أنا بعرف حالي إني أخذت الجائزة، كانت جائزتي من نظرة امرأة طالعت طفلة من تحت الأنقاض عايش، أخذت جائزتي قبل ما يفكروا بموضوع نوبل للسلام. نحن لما تطوعنا ما كان في بالنا شيء اسمه نوبل للسلام، ما تطوعنا لأجل نوبل للسلام، تطوعنا بدافع إنساني، هدفنا وغايتنا كانت معروفة هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا. ومن تحت الركام ومن تحت الصواريخ والقذائف والقنابل العنقودية. كنت بتوقع أنه ناخذها بما أنه عملنا كان دافع إنساني. الشعار اللي طالع مئات النساء من تحت الأنقاض. نحب نوجه لهم كلمة بس، يعني نحن وقت تقييمنا أو إذا ربحنا جائزة نوبل بيكونوا هني مقدرين عملنا، بس في هذا الشيء اللي صار طبعا من هني اللي فاز، بس كنا حابين نشوف حدا يقدر عملنا، ولكن ما حد قدر عملنا، ما في حدا منه قدر عملنا. طبعا عملنا نحن متابعين فيه بإذن الله وما راح نوقف حتى نرجع نعمر سوريا من اول وجديد. نحن يعني ما بدانا في عملنا مشان والله جائزه نوبل ولا جائزه غيرها، بس هي يعني عباره عن جائزه معنويه وتشجيع لنا لعملنا، بس نحن بدانا في عملنا كرامه لاهلنا ولسوريا ولشعبنا هون، وعندنا كل يعني كل ما بننقذ طفل او امراه او جريح يعني عباره عن جائزه لنا، يعني انه اهله يتشكرونا احسن من كل جائزه نوبل.